في ذات الإطار أيضا من باريس ينضم إلينا سيد كادر بيير المحلل السياسي. أستاذ كادر أرحب بك. مرحبا بكم سيدة. نعم، إذن أردوغان يعني هل وجد نفسه وحيدا في مواجهة منطقة الشرق الأوسط وبالتالي قام باستغلال ورقة اللاجئين للاتحاد الأوروبي؟ هل هنا يعني قام باستغلال هذه الورقة لكسب مزيد من الأموال أو محاولة ربما لكسب مزيد من الدول للوقوف بجانبه فيما يتعلق بتدخلاته في ليبيا وسوريا؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم. للأسف الشديد مرة أخرى هي الورقة الأكثر إنسانية في الملف السوري موضوع اللاجئين، يقوم دكتاتور تركيا مرة أخرى باستخدامها في وجه الأوروبيين وحتى من بعض حلفائه بشكل سيء جدا جدا. دعيني أقول هو يعلم تماما الآن بأن الأوروبيين هناك موقف حازم من هذا الموضوع، لأن تأكد للأوروبيين بأن الكثير من الإرهابيين الذين قاموا بعمليات إرهابية داخل أوروبا كانوا ضمن هؤلاء اللاجئين الذي تم تسريبهم، ولم تسربوا وإنما تم تسريبهم إلى داخل أوروبا من أجل أن يكون ورقة تهديد أخرى بيد أردوغان. اللاجئين السوريين في كل المناطق وتحديدا في تركيا هم يعملون، هم يكدون، هم تؤتى إليهم الأموال ولكن يستغل كل أموالهم تلك كبير خدمة حزب العدالة والتنمية وسياسات أردوغان العدوانية اتجاه سوريا. تلك الأموال التي دفعت لتركيا ولأردوغان قرابة 6 مليارات تم تمويل القوى الإرهابية بها ولم يتم مساعدة اللاجئين. نحن على تواصل مع الكثير من اللاجئين هناك وجميعهم يؤكدون بأنهم لم يحصلوا على أي مساعدة تركية. تركيا التي سعت منذ البدايات أن يكون أعداد اللاجئين كبيرة في تركيا لكي يتم استغلال ذلك، ناهيك عن أن الكثير من اللاجئين السوريين أو تحت مسمى اللاجئين هم كانوا تجار سوريا وهم كانوا صناعيي وحرفيي سوريا، تم الضغط عليهم من أجل أن يتم حرق معاملهم أو يعني الذهاب بهم إلى تركيا، وهم في الحقيقة قوة مساعدة للاقتصاد التركي وليست قوة ضرر ضد الاقتصاد التركي. فاستخدام هذه الورقة الإنسانية جدا من قبل دكتاتور تركيا هي ستعود عليه بالضرر، وهذا ما حصل لأن الكثير من الدول الأوروبية تأكدت بأن هذا المجرم هذا الإرهابي يقوم باستخدام هذه الورقة من أجل كسب. ولكن أستاذ كادر يعني إذا سمحت لي يعني دعني ربما أتحدث عن هذه النقطة وإن يعني لك أن تزيد فيها المزيد من التفاصيل. أتحدث هنا أليس الإخلال بأي اتفاقية تم توقيعها بين الدول الكبرى ويعني إن كانت بينها وبين بعض أو كيان مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا، أليس الإخلال بها من مفترض أن يكون له عواقب؟ يعني دعونا نعود إلى التاريخ قليلا. هل هناك اتفاق تركي وافقت عليه تركيا واستمرت على حسب ما هو الاتفاق؟ دائما هناك غدر وخيانة تركية في كل المواسم والعهود التركية. تاريخ تركيا هو انتهاكات مواسمها وعهودها. الآن الناتو والتي يعتبر تركيا جزء رئيسي أصبح غير مؤتمن بالنسبة للأمريكي أو لجميع أعضاء الناتو. هل يجوز لعضو في الناتو ان يجلب صواريخ S-400 الروسيه وهناك تناقض تام بين الطرفين؟ هل يجوز له ان يتحالف مع الات اعداء الناتو؟ اذا لا مواثيق لتركيا، لا عهود. تركيا دائما تستغل كل من حواليها من اجل مصالحهم واطماعهم الشخصيه، وتحديدا بعد سيطره حزب الاخوان المسلمين في تركيا تحت بسمه العداله والتنميه اردوغان هو يقوم باستغلال كل شيء من اجل خدمه. وصلت الصوره سيد كادر، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف من باريس سيد كادر بيير المحلل السياسي، شكرا لك.